مرة أخرى يستمر الحوار لمحاولة معرفة ماذا حدث للثورات العربية والثوار. السؤال للدكتور حسن أبو طالب، عندك تفسير لانتكاسات بعض الثورات؟ لا عندي تفسير. يعني أنا أحمل فيه، إحنا قلنا أن الثورة تحتاج فعل جماهيري ولابد أن يكون لها قيادة ويقود لها برنامج وفكرة كبرى. طبعا ده ما كانش موجود في كل الثورات الربيع العربي، اللي هي بدأت بفعل احتجاجي ثم تطور بعد ذلك بمطالب لا حصر لها وبدون أن تكون قيادة. لكن وجدنا أن في عنصر فاعل وكلنا احتفينا به، اللي هو عنصر الشباب. فبدأ في لحظة من اللحظات أن فكرة الشباب الثائر هو الذي يقود هذه الثورة. في نفس الوقت لم نجد في بين هذه الفئة الناشطة سياسيا، لأن الشباب مفهوم واسع زي ما حضرتك عارف. الفئة الناشطة سياسيا لديها يعني ما يمكن أن يسمى بعلاقة عضوية مع الناس اللي هي بتتكلم باسمها. وأنا هحكي واقعة يمكن تدلل على المعنى ده، فكرة الانفصال عن الناس. هو بيتكلم باسم الناس لكن علاقته بالناس محدودة. هيتقول لي ازاي؟ هو يعتقد أنه بيتكلم باسم الناس. هو كان دائما يطرح نفسه وكلنا احتفينا به في وسائل المتحدث الشعبي باسم الناس، بيتكلم على الكرامة، على العزة، على العدالة الاجتماعية. لكن كان في دايما في تجاهل فكرة طاقة الاستيعابية للناس البسيطة، الغالبية العظمى المصريين، لتحمل التدهور في حالة المعيشة التي حدثت بعد انهيار النظام السابق. وكنا كلنا عندنا حالة من حالات التوقف، الاقتصاد توقف تقريبا في هذه المرحلة، اللي المرحلة اللي تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون الدولة، مش حكم الدولة، إدارة شؤون الدولة. وكان بيلعب لعبة المناورات والتوازنات، وفاهمين إحنا الحكاية دي. المهم، فأنا أذكر واقعة في يوم بعد حوالي شهرين من النزول في الشارع دائما دائما، تحدثت مع أحد القيادات الشبابية، قلت له لابد نخف المسألة دي شوية، لأن الناس بدأت تتعب، الناس بدأ يبقى عندها توجهات عدائية وبدأت تبان في الفترة دي. يعني ممكن نقول معلومتين بساط، إن مثلا في 6.5-7 مليون عامل يومية ملقوش شغل. يعني عامل اليومية ده بينزل، إذا ما جالوش شغل اليومية ما فيش أكل وشرب، ما فيش أكل. يعني مش هيرجع، يعني هو بيرجع باللي بياخده آخر النهار. فإذا ده ما عندوش، عندك السياحة انضربت. عندك الأنشطة التجارية والنقل والحاجات دي وقفت. 6 مليون حرفي زي اللي حضرتك كنت بتحكي لنا عنه في الاستراحة، مثلا الرجل النجار اللي يعني عنده. فأنا في هذا اليوم تكلمت على الطاقة الاستيعابية. هو ما فهمش يعني ايه الطاقة الاستيعابية. ما في قدرة على استيعاب الألم، والقدرة على استيعاب التضحية، والقدرة على استيعاب حتى الطموح المبالغ فيه. الناس ده هي عايزة حركة حياة، عندها أولاد وعندها أبناء وعندها التزامات. أنا أذكر الواقع ده بصورة سريعة. في إحدى المرات في يوم من أيام التحرير المجيد، وكنا عدد كبير جدا من الناس موجود ومفيش مواصلات، فمتجه إلى الدقي وفوق كوبري قصر النيل. تقابلت مع واحد بيكلم نفسه، فأنا جيت كلمته كده، يعني صعب عليا الحقيقة. يعني قلت له يا عم الحاج مالك، في إيه؟ في حاجة وجعاك بتاع ساعدك؟ فلا مفيش حاجة وجعان، بس اللي بيحصل ده تهريج. ده نفس اللفظ اللي قاله. قلت له ايه اللي بيحصل؟ قال لي الناس عاملة جاية تتفسح في الميدان، مش عارفين ان احنا بنعاني قد ايه. قلت له حضرتك بتشغل ايه؟ قال لي انا عندي ورشة نجارة وعندي 17 عامل، اللي متجوز واللي اخته معرفش ايه واللي بيجري ورا بيته وكل. قلت له طب وعاملين ايه دلوقتي؟ قال لي ما احنا قافلين بقى لنا 4 شهور، كل مدخراتي دولت في رقبتي وولادهم في رقبتي، انا بصرف عليهم، ما اقدرش اقول لهم مفيش ليكوا عندي حاجه، دول ولادي، دول اللي مقومني، دول اهلي، طب اعمل معهم ايه دلوقتي؟ هيفضل الوضع مستمر لغايه امتى بهذه الصوره؟ في حين ان انت كان عندك حاله من حالات الاحتفاء الشديد بالنزول الدوري للتحرير، بالنزول الدوري في الميادين، بارتفاع المطالب، بعدم وجود فكره جامعه، انت عايز ايه؟ الشعارات اللي احنا اتكلمنا فيها الثلاثه، عدالة اجتماعية وثورة وكرامة إنسانية وعيش وحرية وكلام بالشكل، بالنسبة للمواطن العادي عايزة ترجمة. والترجمة معناها أنه يبقى يجي لحضرتك أشرت إليهم، العامل الحرفي ينزل الصبح يلاقي حد بيقول له تعال اشتغل، عشان يجي بعد 6-7 ساعات شغل يلاقي عائد يروح بيه لبيته.
فلما يقعد 5-6 شهور والناس دي ما عندهاش لا رصيد لا في بنك ولا عندها حاجات تحت الترابيزة ولا عندها كريدت كارد ولا يحزنون ولا بتطلع في التلفزيون يعني حد بيحتفي بيها لا دي ناس غلابة ومصر فيها غلابة كتير طبعا. فكان في جزء من يعني العبء وأنا بأتكلم على المسؤولية هنا الثوار أخطأوا لأنهم لم يراعوا ما بين قوسين الطاقة الاستعابية للألم والتضحية لدى الغالبية العظمى من المصريين البسطاء ولذا بدأت تتحول المشاعر بعد كده النهاردة في جزء من المشاعر مش عايز أقول عدائية ولكن أقول نقدية لدى كتير جدا من المصريين لماذا؟ لهؤلاء للفئة ده وممكن توصل لمرحلة متطرفة كمان ووصلت في بعض الأحيان لمرحلة متطرفة وبشوف بعض الكتابات في الإعلام فيها درجة من درجات النقد القاسي ليه؟ لأن إحنا كنا دايما بنتعامل مع الموضوع بتطرف في مجموعة إحنا اعتبرنا أنها عملت فعل كبير جدا وثوري وتاريخي ووصلنا لمرحلة التقديس لا والتضخم الذات وأدى إلى تضخم الذات وبالتالي حصل في حالة من حالة الاستعلاء أنت مش شايف اللي تحت في حين أن اللي تحت هم دول هدفك فأنت مش شايفه وده يمكن الفارق الجوهري بين يناير ويونيو يونيو ده فعل جماهيري بقى الناس البسيطة لأن المكون بتاع اللي نزله في يناير غير المكون اللي نزل ده صحيح. في يونيو وعملية التعبئة هنا مش بنفس العملية التعبئة اللي كانت موجودة في المرة هل في قطاع استفاد من التجربة؟ أتمنى ذلك هل في قطاع جديد دخل بفكر جديد؟ وده الأرجح من وجهة نظري بناء على المشاهدات والمتابعات وأيضا في حالة من حالات أنك أنت بتكلم وده سبت أنه مش صدفة لا مش صدفة لأنه تكرر في طلب لما الفريق السيسي طلب التفويض الشعبي وتكرر في النزول للاستفتاء وتكرر في ذكرى 25 ذكرى 25 فثلاث مرات مش صدفة مش صدفة لا واللي نزلهم الغالبية العظمى اللي هي البسيطة الناس البسيطة اللي احنا بنسميه حزب الكنبة انا ضد موضوع حزب الكنبة لماذا لان الناس دي كانت في يوم من الايام هي اللي بتشغل البنية الاساسية للدولة المصرية يعني مش عايز اقول حزب الكنبة بمعنى سلبي لا عايز اقول اللي هم القوى اللي هي مش مسيسة بالضرورة اللي مش منتظمة داخل احزاب مين قال لك انهم مش مسيسين لا ده في حالة تسيس في الشعب المصري لم يعني لا لم تصل لها مصر مش منتظمين جمال عبد الناصر مش منتظمين داخل احزاب كل واحد بيتكلم في السياسه يعني نقدر نقول ان هم غير منظمين لكن مش كحزب كنبه كلمه كنبه دي معناها ان الشخص كسول قاعد كده هو حد عمال بيلقي في ذهنه افكار معينه لا اللي هم اهل البيوت اللي كانوا هدول اللي كانوا بيروحوا الصبح في محطات الكهرباء والنقل وهما دول اللي كان بيشغلوا الانترنت اللي انا وانت كنا بنستفيد منه هما دول اللي كان بيشغلوا لنا الكهرباء دول هما اللي خلوا الثوار يبقوا ثوار ما حدش يقول ان كانت ديت دولت قاعدين سلبيين لا ما كانوش سلبيين دول اللي كانوا بيروحوا المحاكم الصبح يشغلوها دول كانوا بيروحوا الصبح يجيب لك العيش والاكل كانوا دول ما كانوش بيهتفوا لكن كانوا بيشتغلوا وبينتجوا بياكلوني بياكلوك وبيخلونا نتواصل بالانترنت اللي كنا بنقول عليه اليات التحفيز الاجتماعي كويس وانت قاعد مستفيد لكن هم كانوا بيشتغلوا وهم دول اصحاب الثوره الحقيقيه ما حدش يقول عليهم حزب الكنبة انا ضد التعبير ده خلص ضده تماما اعتذروا اصحابه لا مش ضروري يعني الذين يستخدمونه باعتبار ان لان انا سمعته من الثوار ويقول لك حزب الكنبة باعتبار ان الناس دي يعني ايه يعني سلبيين لا مش سلبيين انا بتكلم على اهل البيوت اللي مش منتظمين في احزاب دول اللي كانوا بيروحوا ويشغلوا أيوة اللي شغلوا البلد لكن بتكلم انه السياسي محترف يعني بمعنى يبقى نقول ناشطين سياسيين اللي هم بيطلعوا كتير في الاعلام ويكتبوا ويتنظموا ويطلعوا بيانات وحاجات والشعب طيب اذا حدثت انتكاسه اذا حدثت عمليات اختطاف اذا حدثت انحرافات اذا حدث بعض الناس وتعاملوا بنرجسيه اذا حدثت بعض الناس حاولوا يستثمروا ده لاسباب شخصيه هل احنا بنشهد مرحلة تصحيح المسار؟ هو ما فيش شك انه الثورة اختطفت على طول يعني من جانب الاخوان يعني المسألة ما فيهاش طبعا مغربة يعني وكل يوم بيبان لنا معلومات بيبان طبعا معلومات خطيرة مش بس معلومات معلومات خطيرة عن مصير الدولة المصرية اذا استمر الاخوان في الحكم يعني اذا كان في سنة واحدة يعني دمر الاخوان تقريبا الكيان السياسي الدولة المصرية بالجماعة الإرهابية الموجودين في سيناء وغيره يعني فماذا
لو كانوا استمروا يعني 10 سنوات بس 10 حرام عليك يعني لو كان بالتالي يعني 30 يونيو مؤكد انها اصلاح لمسار الثوره. والحقيقه اذا كانت الثوره لا يقصد منها فقط تغيير النظام وانما تغيير شكل الحكم احنا يعني بنسميها رجيم يعني نظام اللي هو سيستم يعني الثوره منوط بها تغيير نمط الحكم اللي هو الرجيم نفسه طبيعة علاقات ما بين المؤسسات بسطها للناس اللي هو طبيعة نظام الحكم شكل علاقات ما بين السلطات شكل علاقة بين الحاكم والمحكوم ده بنسميه نظام الحكم وصلاحية كل مؤسسها عشان نقربها أكتر إنه من مثلا مكاسب اللي حصل في الثلاث سنين اللي فاتت إنه البلد اللي قدرت إن هي تضع نظامين مختلفين رئيسين خلف القضبان ويحاكمه أصبح دلوقتي معناها أنه شعب مسيس زي ما قال الدكتور حسن أبو طالب وأنه ده درس لأي حد هيحكم بعد كده أنك ما تقدرش تقتطف طبعاً. طبعا لا لكن ثورة المجتمع ده لا طبعا وثورة يونيو عملت حاجة مهمة في موضوع اللي هو تغيير شكل وعلاقات الحكم أنه أوريدي احنا قعدنا سنة في محاولة إنشاء نظام ديني أوتوقراطي ديني اوتوقراطي يستبعد شمولي يعني طبعا شمولي وديني اللي هو النظام الثيولوجي الاوروبي يعني اللي هو قبل الدوله الحديثه في اوروبا اللي كانت بتسيطر فيه الكنيسه الى اخره على نظام الحكم اللي حصل وهو يتوائم وينسجم مع الخطط الاجنبيه تماما يعني الحقيقه ده يفسر ليه الامريكان والاوروبيين بيراهنوا على طبعا الأخوات. طبعا احنا عندنا دراسات ومهم جدا اقول الكلام ده الحقيقه في مجله القوات المسلحه الامريكيه ارميد فورسز الراجل اسمه معروف جدا رالف بيترز راجل جنرال امريكي ريتايرد يعني واتكلم بصراحه الموضوع الحدود السياسيه خلي بالك بقى اتفاقه مع الاخوان بشكل مختلف الاخوان لا يؤمنون بالحدود السياسيه على الاطلاق لا يؤمنون بالدوله القوميه لا يؤمنون بالسياده والاستقلال كويس الراجل ده قال ايه الحدود دي حدود ضد العدالة وتتنافى مع حقوق الأقليات الدينية والعرقية والمذهبية ومن ثم ينبغي إعادة كان ده على فكرة منشور يعني علن يعني ما هوش خرايط نشره امتى نشر 2006 في أعقاب في أعقاب بدءا من 2006 في أعقاب إعلان كوندريسا رايس كانت الفوضى الخلاقه في النظام الشرق الاوسط الجديد هم الامريكان تخلوا عن نظام الشرق الاوسط الواسع او الكبير الى النظام الجديد ايه معناه ده معناها ان احنا لابد من اعاده رسم الحدود والدول بما يتسق مع طبعا المصالح الامريكيه والبريطانيه والاسرائيليه اساسا الثلاثه وانه ودوا نماذج وامثله العراق يبقى ثلاث دول السنة والشيعة والأكراد بس مش الأكراد هاخد بس من العراق لا هاخد جزء من تركيا وجزء من سوريا يبقى دي الدولة وإيران يبقى دي الدولة الكردية أنا هعمل إعادة صياغة الخريطة تماماً. بشكل جديد تماماً مش بشكل دول ولكن بشكل عرقيات بما يخدم مصالحي يعني. بما يخدم مصالحي يبقى أخد من تركيا حتة الأرمينية عشان أعوضها عن مش عارف الجينوسايد أو يعني المجازر أخد أفغانستان أقسمها قسمين قسم الافغانستان وقسم البلوش الى اخره وهكذا يعني الحقيقه ما جابوش سيره مصر في الموضوع ده اتكلموا على لبنان الكبيره اتكلموا على الاردن الى اخره اتكلموا على السعوديه لكن كمان. والسعوديه قالوا طبعا هنقسم السعوديه اثنين المملكه قالوا ثلاثه خمسه 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 السعوديه يعني المعلومات في المنطقه الشرقيه وفي دوله الحجاز الاماكن المقدسه الأماكن وفي نجد دوله نجد يعني بصوره اول مره كانوا ثلاثه وفي ابريل 2007 عدد ابريل 2007 اللي هي الخرائط اللي كانت منشوره بصرف نظر العدد خمسه ايه بقى الدولتين التانيين احنا قلنا نجد والحجاز ودخل جزء منها في سوريا لانه هو قسم جزء من سوريا ودمج جزء من سوريا مع الاردن الله كويس والضفه الغربيه مع الاردن الغربيه يعني لا الضفه الغربيه خلاص دخلت في اسرائيل يعني في تغيير كامل في الهويه المنطقه وفي علاقاتها فانا عايز اقول على فكره التكوينات الاجتماعيه فانا عايز اقول هنا يا استاذ عماد انه توائمت النظام الديني ده الاوتوقراطي ده اللي كانوا عايزين يعملوه الاخوان مع الاهداف الامريكيه البريطانيه الاسرائيليه اساسا. طب
ايه علاقته بينا بقى في مصر؟ هو هدم كيان الدولة المصرية. ايه اللي عملته 30 يونيو ده اللي يهمنا في هذا المجال؟ ان احنا غيرنا بقى هنا طبيعة الحكم. انتقلنا في قضينا على وهي لما غيرت طبيعة الحكم مش شالت الإخوان والدكتور مرسي فقط، لا، ولكن ضربت المشروع الأمريكي الأوروبي اللي هو مبتدي من 2005-2006 تماما. فده يفسر رد الفعل العنيف الأمريكي طبعا والأوروبي، يعني كان في رد فعل ترحيبي بقوة بثورة يناير، وفي رد فعل أمريكي معارض بقوة ل 30 يونيو. بعد الاستراحة يستمر الحوار على الهواء مباشرة. أنا عايز أصل الفكرة دي.